يا ابو نواف، حتى عندك حتى عندنا. حياك بلنور. هلا. السطل هذا انت مسوي لنا مودلينج؟ ايه مودلينج ها؟ ايه كيف عرفت بديت فيه؟ سويت سلندر. اها بس عرفت فهم كيف يشتغل. لا لا، مو سلندر، مو سلندر، سويت الله يعين الشيطان كيوب عادي كيوب وحطيتهم يم بعض، بعدين سويت له بند. اوكي تمام. اي هذا اعتقد هني ما بعد ما سيفته. يا بنوف، قلت لك حتى عندك الحديد حق النافذه ما عليها شادو. معقولة؟ بلى. ماش فين؟ مش شفت. أنا أسكر الفيلمتريك. عندي شاشة. لا أعطيك شاشة. أي شاشة عندك مو؟ أي هاي الشاشة عندي. أيوه. حط اي اوبجكت، حط اي اوبجكت، خلينا نشوف. ينزل هذا تحت مثلا نشوف. اكيد انه من الانجل حق الشادو. الشادو يعني عليه سموث وايد، عليه سموث وايد. ايه الشادو واضح يعني. ها شوف طلع القاعدة مالته بس ما قصدك الانجل مال الاريا لايت. ايه ولا البوينت؟ لا الاريا لايت. شوف نجيب هنا. طلع الشادو بس غريب انه ما طلع الشادو مال الاعمدة اللي صدق كنا نفس الشيء عندي. لحظه انا اقول لك ابو نواف، اي ايش رايك نسوي هذا بفوليمتريك لايت خلف الاريا ونشوف. ولا يبغى التعديل انت تبي تسوي فوليمتريك؟ ممكن ينفع انا كذا مثل ما تقول شويه فوق يعني. راح يبين في راح يطلع لك الفتحات هذه، عرفت يعني؟ راح يعطيك مثل شادو الفتحات. جرب حطه، جرب رجعهم مكانهم. انا لان انا قاعد اجرب عندي، قاعد ما قاعد يعطيني حتى ال يعني الاريا لايت. يمكن عشان الاريا لايت، يمكن عشان قوي ما ادري، خليني اشوف. اريا لايت في هالامور اكثر يعني تقول يعني يمشي على الاوبجكت اللي امامه. خلينا نشوف بوينت لايت. صدق ما في، ما في في الاريا. اي صدق بالاريا ما في. من البوينت لايت طلع لي شادو. انا طلع لي شادو من البوينت لايت. لا يمكن طفى يعني. المفروض انه في يعني ما له علاقه او يمكن انا من الدوم لايت.
لا لا مش من الدوم لايت. نجرب بس. لا ما من الدوم لايت. هو أنا شايف إكلوجن، ماني شايف شادو صراحة. هذا إكلوجن. وين راح الشادو عين؟ خلنا نشوف، يمكن أنا مسوي له أوف أو شيء هذا الشادو. لا لا ترى حتى عندي أنا ما قاعد يطلع أتوقع. لا لا مسوي له أوف. ها؟ لا لا أول. هذا قصدك؟ لا وفوق إيش؟ إيش في فوق؟ ريو هذا يوز ديبث ما هذا شيء هذا طبيعي كذا. إذا مثل ما قال بونوف ال هذا حتى عندك بونوف نفس الشيء؟ لا لا قاعد يطلع عندي أنا قاعد يطلع في شادو. اي هذا طفيته قاعد يطلع شادو بس كثير خفيف. اي زين هذا سويت فولومتريك للبوينت لايت الثاني اللي خلف الاريا لايت. ايوه الحين ابغى اطلع السورس تبع الاضاءه مثل اللي سويته انت. اي حطيت بوينت لايت. اي حطيت البوينت لايت هذا موجود. اي صوب محطوط اشوفه صوب هذا من برا. ها من برا. ايوه تمام ارفعه شوي فوق. ايوه اوكي. الحين انت كم اضاءه عندك الحين؟ ثلاثه صح؟ ثلاثه مع الدوم لايت. حلو روح على السيتنج. سيتنج مال ال لا سيتنج مال الرندر. ايوه انزل على ال environment Arnold setting. اي environment اللي تحت. ايوه تحت create volumetric تحت. ايوه اوكي تمام. لحظة شوية خلنا نشوف الفيرمتريك هنا. افتح الري ديبث فوق الانفايرمنت. الفاليوم هذه فاليوم تحت الرفلكشن يزيدها خلها 2-3. اوكي خلاص روح الحين على ال روح على ال على الليت على البوينت لايت. اوكي نزل السيتنج خلاص. البوينت لايت انزل بال فيلومتريك. اوكي كل شيء اوكي. اي اوكي 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 ارجع مره ثانيه ارجع مره ثانيه ارجع مره ثانيه على السيتنج. ايوه طق السهم هذا اللي تحت اليم الفيلومتريك السهم الاسود السهم الاسود اليم الفيلومتريك اللي توك سويت له. لا مو هذه تحت الفوليوم سكاترينج. ايوه هذه هذا السهم الاسود. لا السهم الاسود اليمها السهم. ايوه ايوه تمام. هني الدنسيتي خلى 0.01 لانه وايد دقيق هذا على حسب ال... ايوه وخر هذا شوف. ايوه شوف صار وايد خلى اقل 0.01. ايوه تمام.
روح الحين على ال على الليت نفسه على البوينت لايت. اوكي زين. قلل شوي، قلل ال ايه مو فوق فوق هذا. ايوه من انتنسيتي. اوكي قلل شوي ما يخالف. رجع زوم اوت شوي بالهذا اي شويه ايوه بس مو وايد. اي ارجع. اوكي يبيك تقللها شوي بعد. ارجع اي مو هذا. ارجع تحت الفيلومتريك خلينا نشوف على الاضاءه نفسها. اي انزل تحت على قولة بركات. تحت فوق تحت. لا ارجع لا بعد تحت في فيلومتريك تحت. قصدك فوليوم؟ فوليوم اي نزله شوي 0.5 نشوف. قلل واحد خليه 0.1. هذا الريز، هذه قوة الريز. اها لأن المشهد عندك أبعاده غير عن اللي عندي، فأكيد الأرقام راح تصير غير. إيه حاول تقلل بعد. روح ارجع على الفيرومتريك اللي بالانفايرمنت بالسيتنج. أوكي. وطق أيوة هذه أي عشان يطلع لك السيتنج. أي 0.1 بعد أعطاه أيوة. 0.1 أنت أوكي. الحين ارجع زيد الفيرومتريك هناك. البوينت لايت على البوينت لايت. هذا اي زيده خله خمسة كامل. لا زيد بعد واحد صحيح. طيب مثلا بعد زيد ثلاثة. اوكي زيد الاكسبوشر الحين. زيد الاكسبوشر اصعد. زيد الاكسبوشر ايوه ماك شيء. الانتنسيتي يخليها واحد. هذه اتوقع قللنا من هناك من الانفيرمنت من وايد قللنا. يمكن اي زيده شوي. ايوه للسهم الاسود ايوه خل لا 0.05 ايوه زين كذا تقريبا زين. ارفع البوينت لايت فوق. ارفعه عشان ينزل لنا لي تحت الريز لان كذي ضارب لي قدام بس عشان نشوفه. اي رجع شوي ورا ايوه ايوه وقوي شوي. هو صاير فيه اسمه. انزل تحت انزل اكسبوشر زين ما في شيء. سامبل خليته سامبل. انزل تحت على الفوليوم. اوكي اي زيد كنا ما قاعد ياثر شيء هذا. خلنا نشوف نسكر. اي والله ممكن. اي
هو المفروض شنو يصير؟ يطلع لك الريز اللي بين هذيل الفتحات. اي صح. لان المساحه عندك انت صغيره، فما ادري لازم نرجع لورا يعني. اكيد الريز جاي لقدام وايد على الكاميرا، فما يبين، مساحه صغيره ما يبين. منطقة صغيرة عندك. لا كان زين هو. اوكي شوف السيتنج، شوف السيتنج. رندر سيتنج. هني نحن سوينا شيء. فوليوم دايركت. زدنا هذا الفول. اي هذا زدناه. هني شوف حاول تزيد مثلا اتنويشن هذه. اي هم تخليها مثلا 0.1. خلينا نشوف. خلها 1 خلينا نشوف الفرق بينهم. ايوه اي هذا رجع لي ورا. لا خلها 0 هذه، خلها 0. خلي الانت الدنسيتي زيدها. الدنسيتي خليها ايوه شيء غريب. لا 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 هو صح، هو صح ما في شيء. يعني شوف انت لو تلاحظ ان الكاميرا كثير قريبه على اسمه الريز، يبين من بعيد ما يبين من قريب. شيء طبيعي. حركه رجع رجع سو اكسترود. ايوه بالفيرتكس. اي اسحبه. اي ممكن كذي افضل. اي بعد حتى العرض اللي هو مكان الكاميرا. ايوه هذا لو اسوي الاكسترود افضل هني هذا، لان عشان لا يطلع عن الشباك. اوكي سوي له اندو احسن، خليه عشان يجي مكانه. اوكي ايه الحين جرب شوف. ارجع من هني، ارجع من هني. ايوه صح مثل ما قلت الكاميرا كانت اي وايد قريب الكاميرا على الريز. شوف بين بين الريز. بس ليش مظلم صار؟ الا بعيد احنا يمكن. لا اي جرب جرب شويه. اي بس زين زين كذي زين كذي. اوكي بس اخذ زاويه بعد اكثر عشان يبين لا العكس. ايوه مني احسن. اي بس اوكي الحين في البوينت لايت عندك اللي حطيناه ورا زيده شويه. خلينا نشوف يملي المكان. اي 10 بدا شويه هاي لان كنت بعيد. لا ما له علاقة. بعد عطى
أعطيه على هذا المشهد 20 وايد. لا انت قاعد انت قاعد تسوي مال الريز، شوف الريز قاعد يزيد معاك مال الاشعه. بس لا احنا نبي الليت اللي ورا، الليت اللي ورا حطيناه عشان ينور لنا شوي داخل. ايه هو هذا البوينت لايت، البوينت لايت هذا مال الريز، هذا هذا اللي توك حطيته حق الاشعاع. فهمت عليك، انت تريد الاضاءه اللي داخل. ايه الاضاءه اللي داخل هذا، هذا اتوقع. اكسبوجر نخليه 5 بعده 10. ايوه ها، لان عندك رصاص انت اسمه. اوكي بس ممتاز زين كذا 10 اعضاء. ايه 15 كيفك بس زين. لا زين لا يصير عشان لا يصير مصدر اضاءه خلاص هذا. وزيد له زيد له الاندايركت 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 ايه خليه 3 مثلا. اوكي بس كافي لان عندك انت رصاصي الحيطه لون. لو تلاحظ في شيء هنا هذا البوينت لايت ارفعه فوق اذا تبي ارفعه فوق. ارفع فوق وارجع شوي ورا عشان نشوف الريز، بس ارفعه فوق اول. هذا ايوه اللي في اللي برا قصدك. لا اي هذا هذا شنو هذا اضاءه بوينت لايت ثاني حاط بوينت لايت خارجي. ايوه هذا ليش عشان عشان الريز. لا كنا في اثنين شفت انا هذا واحد داخل يجيك هذا اللي هو الفيك. اي اي اوكي 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 تمام تمام فهمتك. اي اوكي جرب الحين خلينا ندخل زوم شوي. تعرف انا اتوقع ان هذا وايد عالي. اي خففه خففه هذا. اي شوف الريز شلون وايد صاير مشع. ايوه ايه خفف عليه الاكسبوشر اتوقع. اكسبوشر ول والفوليوم اتوقع 8 من يمكن يمكن جرب ما ادري. لا لا خلي وان خلي وان هذا. اوكي اصعد فوق density كم واحد صح اشيله فوق عشان نرفع عشان بس ينزل. بس الريز وايد صاير ها وايد الداخل مسوي مثل ال ايه كذا عامل مثل ما تقول توهج. ايه وايد داخل خلا 7 ايه بوينت الدنسيتي بدال 9 7. ايوه طيب لف شوي زاوية، لف زاوية شوي، لف لي شوي زاوية، خليني أشوف بتأكد من شيء. إيه هذا البوينت لايت. شكله حلو. هذا البوينت لايت. إيه هو شكله حلو. بس نبي الريز، أنا بالريز. هذا الإضاءة اللي هني. إيه. يا البوينت لايت اللي ورا. اللي قصدك داخل الغرفة. اللي داخل الغرفة أيوة. ارفع ارفع شوي فوق. صح ايه. صح رجع ورا رجع ورا اي عشان يصير برا بعد بعد رجع ورا خالص. في خيار انه يخفي الاضاءة اللي من بعث منه يخليه فقط. اعتقد فيه والله فيه. ايه فيه بس انا ناسي فيه. هذه اتوقع إيميت سبيك لاب لما خاضني نجرب نشوف نزله. هذا يشيل لك السبيكلر
التأثير. هذا ولا هذا؟ لا مو من هذيلا، لا مو من هذيلا، مو من هذيلا. فيه بس خليه لا لا لا، إلا من إيمت فيوز وإيمت. لا لا، هو من إيمت فيوز هذا. جرب ألغيه. زين خلينا بس نرجع. أيوة هذا هو موجود الحين فوق أتوقع. هذا أي هذا هو أي شلينا. إذا ما نفع ألغيهم كلهم. إيمت سبيكلر نفس الشيء. لا أنت قاعد يبين أعتقد بالأرنولد نفسه. هذا ولا هذا. إذا ما في غير في من وين لكن ما نعرف. والله أنا أمس حاولت إني أشيله بس أعتقد البوينت لايت ماله هو أعتقد يصير. أما هذا مال الماية يمكن ما يصير، أو بالستيتس. حتى بالستيتس دورت. قصدك إن البوينت لايت للأرنود غير وللماية غير؟ أتوقع نفس الشيء. هذول لا، هو أساسا ماشي بوينت لايت. هذا اللايت مال الأرنود بس البقية للماية بس عاطنك اوبشن الارنود. هذا ممكن زي... عموما انت رجع ورا الحين بعدين نشوف لصرفه. هذا رجعته اي اخر شيء. شوف هذه الأسعة البيضة هذه من الأريا لايت. شو مسوين في الأريا لايت؟ احنا كم عارفين نلعب؟ اوكي خليها 5 10 إيه. لا لازم تطلع الأسئلة لازم، ما تقدر خلها 13. إيه أعتقد أشوف أدورها هذه أنا مرة ثانية اللي هي تخفي الجسم إنه ما invisible. فاتح مرتضى كان يدور مسكين كيف ورشة عمل كيف اشتغلها وهذا كيف تعمل إضاءة. نسجل الدرس. سجلي إن شاء الله. أنا تقريبا هذا بحاول ألعب بعد شوية علشان أطلع بس. وهني قلتوا لي يعني ممكن هاي الخلفية ممكن أحط بدالة ألفا أو شيء ولا؟ أي أي هي. أي شيء لازم لو بتصير. أوكي. هو فريم واحد ولا فيديو يا برهم؟ ها سامي؟ قلت لك هو فريم واحد ولا سيكونس؟ هذا لا لا مش قصدك انيميشن. ما في انيميشن، فريم واحد. خلاص يعني ما في داعي يعني ما راح يتعبك فيني. خلاص حلو. يعني قصدك فريز ما انه بيكون في انيميشن كثير. يختلف الانيميشن في الفريم إذا كانت في حركة؟ لا ما يختلف. لا لا ما يختلف، بس قصدي يعني حتى تقدر الحين تسويها بالفوتوشوب يعني. حتى ما في داعي لنيوك مادام إنه فريم واحد. زين أبو نواف. أيوه. نحن لما نسوي شيدر مال الكلوجن حلو؟ إي إي. هل الواير فريم بنفس الطريقة؟ إي إي نفس الطريقة. زين يعني... أنا هني في الـ A O V حاط ال الواير فريم. الواير فريم ما خلص. لا هني إيه حلو. إيه هذا هو صح. المفروض يكون هنا لا تحت. يكون هنا أتوقع. هذا الواير فريم. شنو قاعد تدور شنو؟ هذا المفروض يكون هنا. شوف هنا
اوكي هذا المفهوم يكون في هذا المكان. مو هني، لا لا مو هذا، مو اوكي ممكن ما ادري، بس انما روح على على اليسار بالشيدر الهايبر شيد، روح على الارنولد، تاب الارنولد، انزل تحت اوكي هذا هني، دور واير من هني انا طلعته، هذا هو، هذا هو موجود هنا واير فريم، اي بالميدل ماوس سحبه قطه هني ميدل ماوس، لا سحبه من فوق اوكي اهم يصير اوكي تمام. جرب انا الحين. يمكن بالغلط رميته هنا زين. ماكو شيء، ها ما في شيء، اتوقع من هنا رفرش، شو رفرش بعدين غير ار جي بي، مو ار جي بي اي اتوقع، ار جي بي الخلفية لازم تكون بيضة، خلينا نشوف عندي ار جي بي هذا ما اريده بس كذا حاطه شوف، وفي اساسا هنا في هذا الواير فريم، اي في اوريدي من ضمن الشيدين جاهز، اي وحتى الكلوجن بعده نفس الشيء، بس الكلوجن اللي هنا مو بلين هناك، خفيف يعني شيء خفيف، اي نشوف الواير هنا بس في الواير فريم ليش ما يطلع؟ لازم في شيدر خاص ولا؟ لا انا الحين طلع عندي، انا قاعد يطلع عندي. انا عندي مشكله هذا الواير فريم، نعمل ريموف من اول جديد. اوكي. اوكي. نقول له اد. اد. اوكي. نقول له روح روح على الهايبر شيد، اي جيبه من جديد احسن، لا لا تجيب هذا، لا تجيب هذا، روح على ارنولد تحت الشلف مال الارنولد، ايوه لا اي طق على الارنولد، شيدرز شيدر شيدر ايوه اي ما يخالف افتح هذا شوي خلينا نشوف هذا هذا واير اي اي دبليو اي هذا اي بس خليك خليك مبين شو اسمه علشان تقطه دايركت لا لا تسحبه من هني ها ما ادري اوكي حاول قطه شوف لان انا اسحبه من هناك دايركت من فوق قصدك لا لا من السسمه من التاب نفسه جرب جرب شوف الحين شوف يمكن خلنا نعمل صح اوكي حلو عندي انا مشكله لا كان الشيدر مو اوكي كان الشيدر يمكن دايس فيه شغله او شيء يمكن صح تقدر يا برهم في نيوك تسوي فيو واير فريم بدون ما تسطره من المايا اها يعني يحول لي الشيدر البيوتي يحول لي الى واير فريم ايه السلام عليك يا نيوك السلام والله عملاق نيوك صراحة زين بنواف أنا أيه. تقريبا هذا المشهد ممتاز عندي بحاول أعدل ألعب شوي يمين يسار تبغى ترجع الشاشة يلا عندك شيء أعطني الشاشة ستوب سكرين أوكي شوف الواير فريم بايخ فيه إنه شيدد هذينا
يسويهم مثلثات ما أدري ليش. هما في الأصل إيش؟ مش مثلث في الأصل؟ لا والله. اي والله شوف مثلا هذا مربعات. اكيد في اوبشن اكيد. يعني المفروض انه في اوبشن يعطيك حتى سماكة السسمة. يمكن في في الوايرفريم. في الوايرفريم بالنفس. يعني شوف, شوف في نيوك هذا الاوبشن. شوف هذا الود مثلا ترينا خمسة. بيبل. يمكن يصير ما صار اهلي واحد. هذا الوت مكتوب المفروض انه لا هذا ماشي هذا اللاين ويدث. اوكي اي شوف هذا كبر الويدث بس الحين في لازم هني مربعات ما في زين عند الايدج تايب ايش في لا لا فوق عند الايدج تايب مكتوب ترانجل ترانجل لا هو ذاك فوق يا بنو يا سلام عليك يا الارنولد يا سلام يا سلام يا سلام حلو هذه كانت سويت لي قلق بصراحة واللي تحتها وش ها القائمة في ثلاث قوائم اللي هو الترينجل وبوليجون اي ترينجل وبوليجون وباتشس شنو هذه يمكن الحواف خلينا نشوف اعطيناه هذا سموث اي شوف شلون يسوي سموث وايد يعطيه السموث الاصلي ماله الحين خلينا نقول له مثلا خلينا نقول له لا نبي العادي هذه بوليجون في فرق بين الاثنين سموث تقريبا اي سموث اكثر شوف شوف هني شلون مسوي شوف شلون الحواف زين بروات انت ممكن تحفظ هذول الاشياء شلون انت ممكن تحفظ هالنودات اللي هو الكلوجن ويكون دايركت موجودين عندك بالاو الاو اي بي الاو اي او بي يكون في السيتنج مال الريندر باسس يعني الحين حفظنا هذا انا مثلا حافظ هذا اذا رحت على بريسيت وقلت له سيف سيتنج خلينا نقول له تيست 1 نقول له سيف اذا رحنا قلنا له لود ديفولت خلينا نحذف اي ريموف نقول الحين لود تيست 1 ما يبي لا لا ما يحفظه كاستم ناي جرب من هنا ايوه ما صار ما يحفظهم بس ما ادري يعني مو صعبين يعني مو صعبين صح بس حلو انا ابني هالبش روعه